هنكمل مع بعض أعزائي طلبة سنة ثالثة، هنكمل مع بعض منحنيات الاقتصاص. ده الجزء الثاني من تكملة المحاضرة الخامسة. وإحنا قلنا منحنيات الاقتصاص أو الأدزوربشن أيزوثيرم هي علاقة ما بين تركيز المادة المضمصة في المحلول والكمية المضمصة على السطح. يعني كل ما تحط مادة، كل ما هتزود التركيز اللي أنت هتحطه على المادة اللي هتتمص، أكيد الكمية اللي هتتمص هتكتر. يعني انت عندك مواقع تبادل معينة، مواقع مصاص معينة مش مليانة فاضية، كل ما هتحط مادة مضمصة هتتماسك على المواقع. كل ما هتزود التركيز كل ما ايه الكمية اللي هتتماسك اكتر، لغاية لما كل المواقع دي تتملى، وبكده يبقى كل ما هتزود التركيز مش هيحصل المصاص اكتر، فيديك منحنى في الاول بيزيد وبعدين بيثبت. دي اسمها منحنيات المصاص. بس احنا عندنا طبعا وعارف ما يستخدم منحنيات الادمصاص للوصف عن عملية الادمصاص. في 4 منحنيات، في منحنى اسمه ال S وال L وال H وال C shape. أنا أتعرف على كل واحد. طبعا ده منحنى ادمصاص، مثلا العلاقة ما بين التركيز المضاف وال A والكمية المضمصة، المفروض تبقى كده بس مش مكتوب، معلش. مثلا في أول حاجة C shape أو C type. في السي تايب ايزوثيرم ده معناها ان ايه، ان كل ما هتزود انت الكميه المضمصه كل ما هيزيد معاك الكميه، كل ما هتزود التركيز هتزيد الكميه المضمصه، وده معناها ان توزع الماده المضمصه ما بين سطح الانفصال والطور الصلب والطور السائل دون ان يحدث ارتباط ما بينهم، يعني بتتوزع بانتظام ما بين السطح الصلب والسطح السائل بتوزع المادة المضمصة، وبتكون السي شيب. يعني كل ما هتزود ده، كل ما هتزود التركيز هيزيد معاك الكمية المضمصة. النوع الثاني اسمه ال L type isotherm، وده بيفصل. لو شفت انت لو عملت التجربة بتاعة الادمصاص ولقيت الشكل ده، يعني كل ما هتحط التركيز لقيت الشكل ده، معناها ان قابلية الادمصاص في الاول كتير، كل ما هتحط شوية هيتبلع في الايه على سطح المادة المضمصة، وبعدين لغاية لما تتملى مواقع الادمصاص كلها هتبدأ بقى تقل الايه الادمصاص. يبقى ده بيفسر لك بان السطح الادمصاص له قابلية كبيرة لادمصاص الايونات المحلولة عند التركيزات المنخفضة، ونتيجة لملء أغلب مواقع الادمصاص الخالية في التركيزات المنخفضة، فإن الادمصاص يقل بزيادة التركيز. يعني في الأول كل المواقع إيه فاضية بتاعة الادمصاص، هتزود هيتملى 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 لغاية لما كل المواقع تتملى خلاص. كل ما هتزود التركيز هنا مش هيدمص، هيفضل موجود لأن ما هيركب في منزل. عامل زي الأتوبيس كده، أول ما يعني 2 ركبوا مفيش مشكلة، مش باينين، 3 4 ركبوا اتملى الأتوبيس بقى خلاص كراودد. لو جاي حد عشان يركب مش هيلاقي مكان فمش هيركب، فدي مواقع الادمصاص. الاس شيب معناها ايه؟ معناها لو افينيتي في الايه في التركيزات القليله، وهاي وبعدين بيبقى ايه لو تاني لما بتتملى مواقع التبادل. من المنحنى في هذه البدايه يزيد بزياده التركيز المحلول المضمص، ويبدأ في التناقص حتى يصل الى الصفر، تمام؟ عندما يمتلئ كل المواقع. وهذا النوع من المنحنيات يدل على ان سطح الادمصاص عند التركيز منخفض قابليته للادمصاص قليله، وتزيد بزياده الايه تركيز المحلول. المنحنى الثالث بيسموه ال H shape، ودي علاقه قويه ما بين الماده المضمصه ووسط الادمصاص، ويشوفوا يعني علاقه قويه ل H shape. علاقه قويه ليه؟ لانه بص كل ما هتحط بيتمسك على طول، فايه يعني الهاي افينيتي من الادزوربنت للادزوربيد، علاقه بين الماده المضمصه ووسط الادمصاص، كما في حتى في المعقدات بين الماده المضمصه وسطح الادمصاص. وفي هذا النوع لا تتوقف الكميه المضمصه من الماده على تركيز المحلول على طول، اي حاجه تحطها هي بليعه، لان بقت بليعه الماده المضمصه. The isotherm models، في بعض المودلز في يعني دي اشكال العلاقات الموجوده، في مودلز معينه بدات تظهر
لدراسة عمليات الادمصاص وتصور ايه العلاقة بين المادة المضمصة والوسط والادزوربنت والادزوربين. At different concentration and agitation concentration time. طب يعني ايه agitation time؟ يعني فترة زمنية لازمة، فترة الرج اللازمة للوصول الى زمن الاتزان. قلنا زمن الاتزان يعني ايه؟ يعني كل ما هترج مش هي ايه مش هيحصل ادزوربشن تاني. قلنا ان احنا بنعمل كاينيتكس عشان نحدد زمن الاتزان، زمن الرج، وبعدين بنروح نعمل تجارب ايزوثيرم اللي هي عند 7 درجة حرارة واختلاف تركيزات مختلفة. وايه يبقى احنا عرفنا زمن الرج، وبعدين نعرف ايه هي التركيزات المختلفة اللي ممكن ايه يحصل لها ادزوربشن على وزن معينة من الادزوربنت. في 4 مودلز most commonly observed، يعني 4 مودلز اللي هم ايه معروفين. ده كأنه سي شيب، صح ولا لا؟ ده لينير موديل، وده لانج واير موديل، ده بيت موديل، وده فريندلي موديل. طبعا فريندلي علاقة أسية، لو كان ال N هتلاقي هنا ال Q بتساوي K في C أس 1 على N. ف دي اسمها معادلة ايه؟ معادلة اهي، معادلة أس 1 على N. فلو كانت ال N دي بواحد تبقى على طول كأنها ايه، كأنها سي تايب. يعني بص، ده لو بواحد بقت كيو بتساوي كي في سي، دي بقت لانج، يبقى فريند لك، هي كأنها لينير في حالة ان ال N بتساوي واحد. لو كان ال N اكبر من واحد بتدي الشكل ده، لو ال N اقل من واحد بتبقى بالشكل ده، واحنا هندرسها في معادلة ايه، فريند لك. طب ايه المعادلة اللينير؟ اللي هي طبعا سهلة خالص، كأن ال Y بتساوي A X، هنا ال Q بتساوي K C. ال K اللي هي الميل، ادي C، وهنا كأن دي ال X وهنا ال Y، C E وهنا ال Q. دي كمية المادة اللي ايه، ده التركيز في الإكوليبرم، وهنا ال ايه، وهنا ال هنا equilibrium remaining in solution هو amount absorbed. يعني انت في بعد الاتزان، بعد ما تحط وتترك تشوف التركيز الريمين، وهنا ال amount of solute absorbed per unit weight of solid at equilibrium. فهنا دي كأنها معادلة خط مستقيم، وده نوع من أنواع أول موديل موجود. تاني موديل اللي هي فريندلك موديل، ده عالم اسمه فريندلك عمل الاكويشن، قال لك العلاقه ما بين الماده المضمصه والتركيز عند الاتزان، التركيز المحلول عند الاتزان، قال لك بتساوي كي 1 على n. طبعا لما تيجي ترسم العلاقه دي، لو انت طبعا انت بتشتغل تجارب عادي في المعمل، فعاوز ترسم العلاقة ما بين المادة المضمصة وسط المادة المضمصة أو على سطح السايل مثلا، والإكوليبرام تايم أو الإكوليبرام سوليوشن أو كونسنتريشن أت إكوليبرام، التركيز عند الاتزان. فممكن تحول المعادلة دي إلى خط مستقيم بدل ما هي معادلة أسية، أسهل في الإيه، في التعامل. هتحولها ازاي؟ انك تاخد لوج، لو عملت لوج هتبقى لوج كيو بتساوي لوج كي اي زائد 1 على n لوج سي، صح ولا لا؟ عشان نسهل ليه احنا عاوزين نجيب الثابت ال n، لان ال n دي لها قيمتها، لها دلالة، لها دلالة ازاي؟ ان لو كانت ال n، ها لو كانت ال n هنا اكبر من واحد، فده هتبقى نص مثلا او تلت او بتاع، فهتديك ايه؟ لو هي اكبر من واحد هتدي كده. بص الكيرف هنا، شايفين الكيرف ده؟ لو هي اكبر من واحد هتدي low affinity ولا high affinity؟ قابلية عالية طبعا هتبقى قابلية قليلة، شايفين كل ما هتبقى قليلة. لكن لو كانت ان اقل من واحد، يعني ايه؟ يعني مثلا 9 من 10، يبقى 10 على 9 في المعادلة، فبالتالي تبقى هاي افينيتي، يبقى المادة دي لها قابل، لها هاي ايه افينيتي.
فاهمين قصدي؟ يعني العلاقة ما بين المادة المتمصة والمادة الدامصة علاقة قوية، هاي افينيتي يعني علاقة قوية، لو افينيتي يعني علاقة ايه. فاحنا طبعا ايه، لما بتيجي انت ترسم، لما تيجي انت تعمل تجربة المصاص، بيبقى عندك التركيز عند الاتزان، انت طبعا سهل انك تقدر، والتركيز المضمص تحسبها، الكمية المضمصة زائد الكمية الأولانية ناقص الكمية اللي انت ضايفها، المعادلة انا قلتها لكم على الوزن في الحجم النهائي، دي الكمية المضمصة، والتركيز عند الاتزان، وترسم العلاقة. طيب تخليها في الشكل ده ازاي؟ بسهولة خالص، انك توقعها على في اكسل شيت. طبعا انا خلي الدكتورة ايمان هتعمل معاكم تمارين زي كده، وتعرفكم ازاي تطلعوا الثوابت عشان تفسروا نوع الايه الادمصات. طبعا انا هتكلم في المحاضرة السادسة على الادمصاص والايون اكسشينج تاني، وهكلمكم على الفريند لكولانج مواير تاني دلوقتي. النموذج الثالث اللي هو معادلة لانج مواير، طبعا فريندلخ، طب ارجع لفريندلخ تاني معلش. في فريندلخ بيبقى عندك ايه؟ بيبقى عندك تاني عندك التركيز الاكويليبرم ده بتقدره، والتركيز المادة المضمصة، وترسم العلاقة ما بينهم وتحولها لصورة ايه لينير زي ما هتعرف دلوقتي. المعادلة الثالثة، النموذج الثالث، احنا خدنا اللينير وايه فريندلخ ولانج مواير. لانج مواير المعادلة بتاعته شكلها بالمنظر ده، سي على كيو يساوي 1 على كي، اكس ماكس، كل واحد من دول عليه ده. يعني ايه اكس ماكس؟ يعني القيمة القصوى للمصاص، ودي ما كانتش موجودة في لانج في فريندلخ. يبقى هنا لانج موير ممكن تعرف الماكسيمم ابزوربشن من المعادلات، برضو دي معادلة ايه متحولة، هي دي معادلة لها اشتقاق، وفي الاخر حولناها لمعادلة خط مستقيم، بحيث انك ايه لما تيجي ترسم هترسم السي على كيو مع السي ومع التركيز. طبعا الكيو ده نفس اللي احنا استخدمناه مع فريندلخ، الكيو هي الكمية المضمصة من العنصر، والسي هو التركيز عند الاتزان. هنا لو انت رسمت العلاقة ما بين السي على كيو فلانج واير والسي، هتقدر يديك الميل، تقدر طبعا دي هتطبق معادلة خط مستقيم، كأنك بتقول الواي تساوي اي زائد بي اكس، فالبي اللي هي واحد على ماكس، والاي اللي هي واحد على كي. طبعا ده الجزء المقطوع من محور ايه محور واي، ودي الميل. انا هشرح ده تاني دلوقتي، بس انا دلوقتي بديكو بريف سريع. فانت ايه بتعمل تجربة ادمصاص عادية، وبيبقى عندك سي وترسمه على سي على كيو، وتطبق لانج موير وتشوف العلاقة ما بينهم، بتشوف الار سكوير مطابقة ولا لا، يعني النتائج بتاعتك، بتاخد النموذج ده ولا تاخد نموذج فريندلي، ولا واخدة السي شيب مثلا، سي تايب. فبس هنا بقى تقدر تعرف الماكسيمم ادزوربشن من الايه من المعادله دي. وده طبعا دي تعتبر ايه مكسب. وطبعا هنا زي ما قلت لك سي فيرسس ده، لو رسمت السي مع سي على كيو نحصل على خط مستقيم ميله 1 على سي ماكس، وتقاطع الخط المستقيم مع المحور يساوي طبعا الرأسي اللي هو طبعا دي معادلات وصفيه ولها بعض الافتراضات. هنكمل معاكم إن شاء الله في المحاضرة السادسة فريندلي ولانج مواير والآيون اكسشينج، وشكرا لكم.